السلام عليكم، اهلا اخواتي، اهلا اخوتي، مرحبا بكم في قناه يوميات بسمه وامها. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس وبخير يا رب. اليوم جيت نخدم معكم روتين تحضير اكل نتاع نهارنا، فطائر خفاف ظراف لاولادكم، يجيكم ساهلين بحشوه سهله اقتصاديه وتجي كميه كبيره. تنجموا تزديوهم معكم كي تخرجوا جولات ولا هكا للبحر، ولا تزديو معكم هاد الفطائر تنجموا في الدار تاكلوهم هكا مع الحرينه مع سلطه، روعة. ينتكلوا في الدار وناكلوهم برا تاني، ترفدوهم هكا معاكم. بنتهم كيما البيتزا بصح روعة. كنت خدمت معاكم من قبل، دوك نحط لكم في صندوق الوصف، بصح اليوم حبيت نشارك معاكم في روتين كامل. قبل ما نبداو نصليو على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. عندي كاس تاع ماء دافي، نص مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع العجين، نص مغرفة تاع سكر، معناها مغرفة صغيرة تاع سكر. نخلطهم مليح بالفوي كيما راكم تشوفوا هكا. ضفت مغرفة تاع لحظة حليب غبرة، نجمو ديرو نص كاس ماء ونص كاس حليب. هنا عندي ياغورت طبيعي طبسي واحد يعطيها خفة، وهنا نلمو بالفارينة. تحبوا تخليوا هذيك تتفاعل الخميره في الاول تخليوها، تحبوا تخلطوا ضربه واحده خلطوا لموها تمتم. هنا ضفت على راس المغرفه خميره كيميائيه تاع الحلويات تاني تحسن لنا العجينه. انا نخلط، انا نلم بالفرينه حتى تلتملي العجينه تولي ما يابسه ما يتلصق مليحه كيما نخدموا تاع البيتزا. هنا تقالي نحي فوي ونخدم بيدي حتى تلتملي. نضيف مغرفه صغيره تاع ملح ولا نص مغرفه، هذه درت الكبيره درتي نص مغرفه، ولا درتو بالصغيره ديروا مغرفه صغيره على حسب الذوق نتاعكم. لمحت نتحصل على عجينه والفرينه دائما غربلوها. وفي الاخير نجيبو شويه تاع الزيت، ديروا واحد 3 مغارف ولا تاع زيت باش العجينه تجيكم سهله في يديكم تلتملكم بكل سهوله. ندخل لها داك الزيت هي ونغطي، نسلك صباعي ونغطيها بالسوليفه نحطها في بلاصه تخمر لي. الا كنتو في الحموان نص ساعه تخمر لكم، ولا كنتو في الشتاء فوق البرد خليوها ساعه، غطوها في بلاصه وخليوها ساعه. هنا ديرت لها نقطه تاع الزيت على الوجه ونغطيها بالسوليفه ونخليها تخمر لي. بلا ما هي راها تخمر نجيبوا الخضره اللي كاينه عندكم في الدار. في الفلاك تشوفوا عندي الوان خضراء والحمراء وحبه بصل، وعندي غورجات. نقطع حبه تاع البصل هكا مربعات رقيقه، ونقطع الفلفل ثاني مربعات صغار، والغورجات رابوها باش ما تبانش كامل في الاكل. والزيتون ثاني كنت بدلت له الملح شحال من مره قطعته دوائر. نديروا واحد تاع طوم فرماج راكم عارفين. هنا تشوفوا هذه هي الخضره اللي درتها كامل، تحبوا ترابوا حبه زروديه تزيدوا رابوها. ندير عليهم واحده ربع مغارف ولا خمسه تاع الزيت ونحطهم على النار. نضيف رشه تاع الملح، ومن بعد في الاخير نضيف رشه تاع الفلفل الاسود حرور. خليهم كاملين يتقلاو مع بعضهم. تشوفوا حشوه سهله وتجي بنينه ما شاء الله بدون لحوم. طون تقدروا ديروه، تنجموا تستغناو عليه. خليتهم يتقلاو هادو مع بعضهم، بعد نزيد نرابي زروديه، ونزيد نقطع هاد الحبه تاع الطماطم ولا نرابيوهم في زوج مع بعض في هذه اللي نرابي فيها في الرقيق. والقشور هذا القشور نقلعته من بعد ما طابت الخضره الاولى، تشوفوا كامل تقلت دبالت. نضيف الطماطم والجزر ثاني، نزيد نخليهم مع بعضهم نحركهم مليح ونغطي عليهم ونخليهم يطيبوا في ماهم بدون اضافه الماء. هاد الحشوه اللي حابه تجي ناشفه مش حابه تجي فيها الماء، خليها تطيب مليح، عطيوها وقتها على نار هاديه باش ما تنحرقش. ومن بعد نحل واحد تاع الطون اي نوع يكون عندكم. انا درتو هذا تاع الطماطم درتو، ولا كان عندكم تاع الزيت ثاني ديروه به بهذا الزيت اللي تجي فيه تجي بنينه. خلطتهم كامل يزيد لها ذوق بنينه بزاف. والزيتون ثاني نضيفو الزيتون ونخليهم يدوا البنه تاع بعضهم يتخلطوا مليح مليح يجانسوا. هاد الحشوه نحتاجوها بارده، كي
طيب مليح مليح، نحطوها في اناء باش تبرد لنا والعجينه راها تخمر. عندي حبيبات تاع زيتون، عندي الجبن مربي، دوك نضيفه للحشوه باش يذوب فيها معاها. بصح كنت طفيت للنار، اي طافيه الجبن هذاك دوك يذوب، يزيد له ذوق ما شاء الله وقيمه غذائيه. ثاني ولادنا ماذا بينا ياكلوا كالسيوم هكا، كلشي الخضروات الاجبان اي حاجه ياكلوها. درت في هذا الاناء باش تبرد لي الحشوه. راني نحرك فيها بمغرفه باش تبرد. نجيبوا العجينه تكون طلعت لنا ضعف الحجم تاعها، نهبطوا لها الخمور. خاصة هاد الايامات الجو راه يتبدل، مرات البرد مرات الحموان، ماذا بيكم حطوها في بلاصه تكون دافيه باش تخمر لكم بسرعه. انا كنت دايره الحريره، كانت تقلى الخضره كامل مع بعضها كما تشوفوا، زروديه بطاطا كلشي الخضره. هنا العدس الاحمر حبيت نديرها بالعدس الاحمر، غسلته حامل غسله قطرته، كي نحطو نمرق بالماء ونديرو شوربه تاع العدس تجينا مع هاد الوجبه، تجي مع هاد الفطائر شوربه العدس تجي بنينه. ما تكثروش منه شويه، كثروا الخضره اكثر. جبت ورق الزبده حطيته في الصينيه، قطعته على حساب الصينيه، نمسحوا البلاصه دائما اللي نخدموا فيها. نحلوا العجينه ضربه واحده، ندير شويه فرينه راها تتلصق هاد العجينه، نضربها نديرها ضربه واحده، ما بديش نقطع بالوحده بالزوج، نديها ضربه واحده. نحللها بالحلال، كما تشوفوا راها تتلصق، نحلها نشوفوا بلاصه تكون واسعه، ومن بعد نقطعها بالجراره تاع القريوش. هاد الخدمه تجيكم ساهله، ما تبقاوش تقطعوا بالحبه، ضربه واحده دائما ديروا عليها شويه فرينه. دونك نحللها مليح مليح، عطيوها وقتها بشويه العجين قد ما تساعفوا قد ما يعاونكم في الخدمه ويجيكم مليح، قد ما تحبوا العجينه قد ما تحبكم وتساعفكم. راكم تشوفوا حللتها مليح رقيقه بزاف، خطره فيها الخميره تاع العجين وتاع الحلويات. هنا قطعتها عشوائيه، تشوفوا جبت الجراره تاع الكريوش ولا السكين الموس اللي عندكم وبديت نقطع ضربه واحده. ديروهم تحبوا صغار بزاف تحبوهم كبار، وديرت بالجراره تشوف في القنت قطعت ما يجي كتزيين هاد الخطوط هاد الفطائر، مش حابه تجيهم بالعين كامل، معليش الا جاوا محلولين شويه والحشوه تخرج شويه تجي احسن واحسن. نبدلو كل مره نديرو شكل حتى نكمل بنفس الطريقه. تشوفوا ضربه واحده فردتها، ضربه واحده حللتها على ضربه، ونوالي نخدم ومن بعد نحط الحشوه ضربه ونبدل نلويهم ونحط في الصينيه. يجيو فطائر فرديين وبنان وساهلين للخدمه، ما يديولكمش كامل الوقت. كل حبه ندير فيها شويه تاع هاد الحشوه وشويه تاع فرماج، ولا وانا عندي شويه كاشير دوك نزيد نحط شويه تاع كاشير. نتوما الحاجه اللي عندكم ديروها، تنجمو ديروا الجبن الفرماج وتلويو العجينه وتجي بنينه. تشوفوني ندير على ضربه، دوك نكمل معاكم ونعاود نرجع. هذا كان عندي كاشير، ثاني زيت اطراف مع الجبن يزيد لبنة. ونبدين بنبلع الحبات على شكل كيما نديروا البوراكه، تشوفوا يجي هذوك الخطوط ما شاء الله الشكل تاعهم شباب. كنت خدمت معاكم في مره ماضيه على شكل هلال على شكل بوراكه، كل مره كيفاش نزينوا هاد المملحات يجوا مع الحريره ومع شوربه تاع العدس. هذه بلعتها تجي على حساب باغيت، كل وحده كيفاش راني ندير لها، كاين اللي نخليها محلوله مع الجوانب. والعجينه راها تتلصق، تشوفوا يضغط عليها بصبعي بالعقل راها تتبلع، خاطرش جاريه ماشي يابسه بزاف. كي تحلوا العجينه كثروا الفرينه من تحت باش ما تلصق لكمش في بلون طرافاي في البوطاجي تاعكم، لازم تكثروا لها الفرينه من تحت.
كما كتشوفوني بسرعه بسرعه بلا ما ندير كل حبه كما اختك كشما. المهم الذوق راه بنان، كتكونوا مقلقين وعندكم خرجه ولا كشما، المهم ديروا هاد المملحات لولادكم فرحوهم، ياكلوهم في الدار ولا برا كيف كيف. وهاد العجينه راها قطنيه وبنينه بزاف. هنا جبت صفار تاع حبه بيض وزدت لي شويه قهوه بارده طايبه وبارده تاع الصباح. ايا وندهنهم كامل هاد الخبيزات ندهنهم يعطيونا باش يعطيونا داك اللون الذهبي. راكتو بينا ما كملت حبات ضفت لهم الزيتون، ديروا فيه ما تحبوا في الوسط لا في الطفل، ديروا فيه جلجلان ولا اي زراره. انا حبيت ندير بالزيتون، قطعت الحبه على زوج نحيت لها العظم ولصقتها راه فيها البيض. دخلت الكوشه كانت حاميه مليح مليح، درت من التحت ومن بعد نحمر فيهم من الفوق. نعاود نكمل الحبات اللي بقاو من التحت، تكون درجه الحراره واحد 200 درجه ولا في الاول تكون مجهده بزاف، ومن بعد تحبوا تنقصوا على 180 معليش. هادو هما الفطائر تاعنا راهم واجدين ناعمه اللهم احفظها ما شاء الله. خلي تشيروا الخبز من برا مره مره، ديروا هاد الحوايج هكا في الدار ولا تخرجوه معاكم كي تكونوا رايحين للبحر البحر ولا الغابه ولا للطبيعه يجيو ما شاء الله. هنا كان باقي لي شويه تاع جواز تاع زيت عفوا جلبان بالبطاطا التمر. الدار اللي فيها التمر دائما تكون اصحابها كرام، ربي يخلينا من الناس اللي كرام ان شاء الله. هنا عندي ماسيدوار تاع مره اخرى ان شاء الله نشاركها معاكم مع شويه سلطه بالطماطم والزيتون. كاش ندير لكم فيديو بالتفصيل وحده نتاع ماسيدوار. وهنا كان عندي شويه حمص بزليف، كيش تاني كان باقي لي شويه تاع كيش نحل النهار قبل. اي حاجه انا تكون باقيت لي نعاود الغدوه نحموها ناكلوها، حاجه ما نقيسوهاش كلشي ناكلوه نعم الله محفظها. لي وصلت معايا لهنا حبيباتي ما تنساوليش لايك جيم، لي دخلت معنا جداد مرحبا بكم، ما تنساوناش اشتراك ابوني تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ما تنساوناش بصالح الدعاء وربي يفرحكم ويجازيكم كل خير يا رب. هنا نحل معاكم حبات تشوفوها كي جاوا من الداخل، جات العجينه قطنيه ما شاء الله والحشوه رائعه. الى الفيديو القادم ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامه.